السلام عليكم الزول في اللوان، مرحبا بكم اليوم في اللايف تاع نهار الجمعه 29 من الحراك المبارك. راكو تشوفوا عاودنا ولينا لعوايدنا القدم وولينا لللايف ما السياره ما الطوموبيل، لانه اليوم رانا مشغولين، وسينو الا ما دخلناش اللايف دوكا هكذا من السياره ما نقدروش نديروهم بعد. دوك اليوم اللايف ماشي كيما العاده على 9 تاع البلاد، اليوم اللايف على دوكا شحال راهي في البلاد دوكا، راهي 7 تاع الليل. دوك نديرو لايف دوكا خير من اللي ما نديروهش كامل. دوك نرحب بكم كامل بزاف معايا، هكذا بالك ثاني كي نبدلو منين ذاك التوقيت بالك نهفو شويه الذباب الالكتروني، لانه على بالكم اليامات هذو الصفحه راهي مهاجمه بشده، والحساب تاعنا راه مهاجم بشده. دونك راهم يكوبيونا في اللايفات تلموسين يعني بزاف، ودوك اليوم نهفوهم كانوا يستناو فينا ندخلوا على 9 تاع الليل، دوك ندخلوا على 7. مرحبا بكم واحد 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 معانا، ماسينيسا مرحبا بكم خوتي، بداو تبارطاجيو باسكو اللايف تاع اليوم لايف مليح بزاف اللي فيه راح ان شاء الله نديرو قصره، وان شاء الله هاكو عايش. شفتوا البارح كوباونا اللايف هذاك اللي درناه على النظام الدونكيشوتي، وحكينا لكم حكايه دونكيشوت وكيفاش العلاقه تاعها مع الحراك ومع النظام هذا. ودوك البارح يعني ما خلوناش ميم با نكملوا الحكايه، نوعدكم بلي الحكايه تاع النظام دونكيشوتي نكملوا لها في نهار واحد اخر ان شاء الله، غدوه ولا غير غدوه نديروا نهار سبيسيال نزيدوا نكملوا هذاك الموضوع تاع النظام دونكيشوتي، لانه هذاك الموضوع مهم ومهم جدا. وكي تكون تعرف الحكايه تاع دونكيشوت تقدر تفهم مليح وشنوها وش راه يدير النظام هذا، وكيفاش النظام هذا حب يربي الجزائريين على خوف الغولة، على تخيل الخطر المحدق، وعلى التخيلات والخرافات. كيما دونكيشوت كان يحارب في الطاحونات الهوائية وعن باله باللي صح غوال ووحوش، هذا النظام حب يستحمر الشعب الجزائري. دونك نوعدوكم غدوة ولا غير غدوة نعاودو نكملو لكم الدرس هذاك تاع دونكيشوت، ونزيدو نهضرو لكم ثاني على نظرية مهمة ومهمة جدا وخطيرة جدا، يعيطوا لها نظرية الفتاة المراهقة، لا تيوري دو لا جون في. هذه نظرية ثاني في لا مانيبيلاسيون تاع الشعوب واستحمار الشعوب، نقدروا نربطوها ثاني بالنظرية هذه تاع النظام الدونكيشوتي وقيم نظام الدونكيشوتي. مي اليوم هذا اليوم لايف ايجابي وايجابي بزاف، ودرتو باسكو طلع لي المورال بزاف باسكو الشعب الجزائري راهو ولا العوايد والحراك راهو بدا يعاود يولي بقوه. اليوم راني بريباريتكم فيديوهات ان شاء الله باش نشوفوا يعني الرد على هذا الذباب الالكتروني اللي حاب يطيح المورال تاع الشعب الجزائري، وراهو يقولنا باللي الحراك خلاص الحراك وما بقى والو في الحراك. ايبا حنا دوكا نشوفوا الفيديوهات اللي راهم يجوا من كل الولايات، وداير اليوم مع الاخر راح نوري لكم فيديو ثاني تاع الرابطه الوطنيه لتلاميذ الابتدائي، فوالا باسكو ميم تلاميذ الابتدائي خرجوا بخارطه الطريق، فوالا. واليوم شفنا عندنا ممثلين اثنين على تلاميذ الابتدائي اللي فوالا هما ثاني حابين ياخذوا زمام الامور بايديهم هما ثاني. وعيطت لهم ابارامو لجنه الحوار، عيطت لهم لجنه الحوار، عيطت للتلاميذ الابتدائي تما قال لك بالك هذوك ما فاقوش، نروحوا نشوفوهم. وبعد ما شافوهمش، ومن بعد لجنه هذوك الرابطه الوطنيه لتلاميذ الابتدائي بين سن السادسه والعاشره سنا بعثوا لنا زوج ممثلين، ورانا اليوم لحقونا لي فيديو تاعهم نوريهم لكم مع الاخر، يعني باش تشوفوا يعني وين راهي لحق الحاله والنظام هذا وين راه وين راهو حاس. نوريكم نبداو بالفيديو تاع صباح ربي كيف بدا الحراك اليوم، شوفوا ما شاء الله. شوفوا خوتي قبل ما نوري لكم الفيديو هذه كاينه حاجه حبيت نقولها باسكو هذا اللايف سبيسيال نهضروا فيه بطريقه عامه، يعني شوفوا اللي يزيد يهدر ملي يخلص الحراك هذا من الحراك هذا وروح، اللي يزيد يهدر على النساء بهضره ماشي مليحه لازم نرموه للبحر ديريكتومون. فوالا مانيش حاب ندخل في الديتاي تاع الديتاي، مي واش راهم دايرين النساء في الحراك هذا قليل الرجال اللي داروه. صح النساء راهم بينوا
انا واحد الوقت كنت نقرا في التاريخ وكامل كاين بكم في العلوم السياسيه والاجتماعيه والاداب وكامل يقولوا لك توجور باللي الثوره ما تقدرش تكون ثوره الا ما التحقوش بها النساء والامهات. هذه جميلة قدرت نفهمها باسكو كي يوريك الثوره توجور يوريك الرجال والحرب الرجال، مي كي تشوف الحراك تفهم. شوفوا خوتي سمحوا لي غلطت كيت له باش واحد نشوفوا. شوفوا هذه الحرة هذه انا ضدك انت الشعبي ده الشعبي لا يبين تتأخركم راكم تعزوا عندي ولاد ويجي تغفيك لسميب لفكيان عمام دمس حي الله حي الله الحرائر تاع الجزائر والله العظيم. غير راكو تشوفوا راكو تشوفوا هذا الشعب البطل، راكو تشوفوا النساء تاع الجزائر. ومن بعد يجوا شي عباد ويقول لك باللي المراه ولازم لها ومنها ومنها ومنها. هذه الخطره هذه من بين الحوايج اللي لازم ندوهم في الحراك باسكو انا نقولها لكم الشحنه الكبيره يا حبيبي راهي عند النساء. الصح صح الشحنه الكبيره صح النظام هذا حقرهم بزاف، مي سبحان الله القوه والشحنه اللي راهي عند النساء فريمون فريمون ما لازمش ننساوها. دونك الجزائر الجديده كلها هذيك تاع زعما غير الموسطاش اللي اكزيستي ولا غير الموسطاش اللي يهضر هكذا ولا لا. حاجه ثانيه حبيت نهضر عليها اليوم باش تعرفوا باسكو اليوم تاني نهضر لكم على تقنيات الاستحمار. درت بزاف دروس على تقنيات الاستحمار وتقنيات الاستبغال والتلاعب بالذكاء تاع الشعوب. هذه مثلا باش تشوفوا كيفاش راه باش تعرفوا بلي الاستحمار يقدر يكون ثاني دولي، يقدروا ثاني يروحوا يوتيليزيو ثاني يخرجوا من الاطار الجغرافي تاع الجزائر ويروحوا دوليا باش يستحمروا الشعب ويستغفلوا الشعب. لان الاستحمار مبني على واحد الحاجه سي يقولوا لها ديتورني لاتونسيون، لفت الانتباه، تو انت راك مكونسونطري على واش راه يصرى في الحراك فوكا، هما توجور يحوسوا يديتورنيو لك لاتونسيون تاعك يكلخوا لك يردوك من. في هذا الاطار هذا تاع استغفال الشعوب هذا، راهم بداو يمشوا اليامات هذو تبدا تمشي واحد لا فيديو يقول لك باللي واحد في تونس مترشح تاع الانتخابات في تونس قال لك باللي باللي الجزائر جيعانين، قال لك باللي ما نحوسوش على السياحه تاع الجزائريين، وصف الجزائريين بالجيعانين. شوفوا خوتي هذه هذا الخبر هذا الناس اللي راهي تبارطاجي فيه هذو داخلين في سياسه الاستحمار والاستغفال ولفت الانتباه تاع الشعوب باش زعما في عضما نتوب الحراك تاعنا شغل نروحوا نتبعوا نروحوا نكونسونطري ونروحوا نسبوا خوتنا التوانسه ونروحوا نكفروا على التوانسه ونسبوا التوانسه وزعما تولي لنا هذيك الوطنيه المزيفه هذيك اللي زعما تلعبها وتهضروا منا الوغ الناس اللي تشعل في الفتنه هذه ما راهم لا وطنيين لا سيدي زكري. ومن بعد حنا رحنا حوسنا شويه هكذا لقينا اولا الفيديو هذيك اللي هضر عليها هذاك المترشح التونسي ما كاش منها ما هضرش على الجزائريين، هو قال لك باللي راهو ضد السياحه تاع الملايين وكاع ما قالش الجزائريين. بصح اكثر من هذا الشيء لما حوسنا عليه هذاك السيد واش راه يقول وكامل شوفوا واش كان يقول على الحراك في الاسبوع السابع تاعو، يعني تشوفوا كيفاش كان يهضر على الجزائريين وتشوفوا يعني باللي الجزائريين والتوانسه خاوه. وشوفوا هذا اللي قالوا عليه باللي قال لك الجزائريين جيعانين شوفوا كيفاش كان يهضر على الحراك باش تعرفوا باللي هذو ما اللي راهم ينشروا في هذو الاخبار هذو راهم حابين يستحمروا الشعوب ويكلخونا كما كلخونا واحد الوقت مع مصر على جال البوله قلب درنا حرب مع مصر وكامل، لانهم هذاك الوقت النظام المصري المافياوي كان يشعل في النار هما ثاني وتوعنا ثاني يشعلوا في النار باه يبينونا زعما وطنيين وهما لا وطنيين لا والو، يتلاقوا في نفس الفنادق في اوروبا يتعشاو كيف كيف. شوفوا هذا المرشح التونسي كيفاش كان يهضر على الحراك وشوفوا كيفاش كان يهضر على الشعب الجزائري. نخلي الصوره تهضر وانتم خاوتي بارطاجيو ماكسيموم بارطاجيو باسكو اللايف تاع اليوم خفيف شويه ما فيهش تحليل بزاف، مين ديروا قصره وسورتو سورتو سورتو مع الاخر تاع اللايف هذا نحط لكم الرابطه الجزائريه لممثلين تاع الرابطه الجزائريه لتلاميذ
الابتدائي تسمعوهم يعني هذا البونيس تاع اليوم. سمعوا هذا الاخ التونسي هذا المترشح اليوم يقول بلي كان يقول على او يقول على الجزائريين بلي هما جيعانين. شوفوا واش يقول على الجزائريين. لم ولم شعب فعل لم ولم شعب فعلا كان مفاجأة لحكومته لجيشه لبوليسه لشندرمته لشعبه لجيرانه لأشقائه. الشعب يعني تعلم الدرس جيدا، تعلم الدرس من السنوات العشر السود، وتعلم الدرس من الربيع العربي الكئيب والمجرم، تعلم الدرس جيدا. اليوم الشعب الجزائري هو الذي يخطط، هو الذي يتدرج. العصابة تتفكك وتهرب، وهي تهرب وتتفكك وتقدم في تنازلات السلطة. شوفوا شو راح يقول الشعب. أنكرت مثل كل سلطة في البداية ينكر، بعد ذلك يعترفون، بعد ذلك عليهم أن يتفاوض. السلطة الجزائرية عندها ثلاثة أسابيع وهي تتفاوض مع الشارع، كل مرة تجذب لأنه تريد تحل المشكلة في إطار الدستور. الشعب الجزائري رافض، بمعنى هل من مزيد؟ اكشفوا لنا أوراقكم، هاتوا، ليس هذا الذي نريده، لا نريد المحنطين، لا نريد السراق، لا نريد الذين عبثوا بثورة الجزائر وثروة الجزائر، لا نريد. الشعب الجزائري هو الذي يفرض في شروطه. ربما أنا نجم نقول لك أن النجم نشبهها بما حدث في مصر في البداية، ونشبه حتى جايد صالح كما لو أنه الطنطاوي الذي وقف مع الشعب. شفتوا خوتي علاش راهم يشيطنوا فيه؟ بارطاجيو خوتي بارطاجيو. وتقدم بالشارع ووجد ناس يفاوضوه وثم ذهبوا الى انشاء دستور. نجم نقول لك اليوم قايد صالح وهو ربما القائد الوحيد في جيش الجزائر هو الوطني ابن الجيش الجزائري، ماهوش من القاده الفرنسيين، ما يسمون بالجنرالات الفرنسيين اللي هم مثل عربي بالخير ومثل خالد نصار ومثل مدين هذا اللي هو توفيق. هاكو تشوفوا ما هو يدير لا في الفتنه لا والو. هاكو صالح اليوم هو مع الشعب فقط. انا الشعب معاه هو مع الشعب ومرجعيته الشعب، وهو قال للشعب فصل 107 وفصل 108 هو ماذا يعني؟ يعني ان السلطه كل السلطه عند الشعب، والفصل الاخر هو الشعب هو الذي يؤسس السلطه. اذا انت اعاد السلطه الى الشعب ثم قال له اسس سلطتك الجديده، واليوم هم يؤسسون في سلطتهم. ما زال في المعارضه المفاوضات، ما فيش معارضه، في معارضات كئيبه كما معارضات بن علي سابقا. اين هي؟ هذيك معارضات سفيهه وكئيبه وتستحق، هي تستحق اللعنه. شفتوا خاوتي علاش راهم يشيطنوا فيه؟ هنا ماهوش يضرب للشيطان القايد صالح، انا وريت لكم الفيديو كامل باش ما يقولوش الناس راهو يقسم منا. هذا هدر على الشعب الجزائري، قال لك هو اعظم شعب ذوكا هايدا. ومن بعد كي تكمل الفيديو يقول لك باللي الان الرهان في الجزائر هو اسكو الشعب راح يستعيد السلطه، وراكو تشوفوا فيه باللي يعني انسان مليح. مام القايد صالح ما خونوش، يعني ما قالش حاجه مش مليحه على الجزائريين هايدا. مي تشوفوا باللي هما العصابه هذه والذباب الالكتروني كامل راهم يقولوا زعما قال على الجزائريين باللي هما جياع وكاع، ما قالش هذا الشيء، هذا كذب، هذا كذب كبير، ما قالش هذا الشيء. اكو شتو كيفاش يهضر على الحراك، كيفاش يهضر على الجزائر وكيفاش هايدا ولا لا؟ لا علاش حنا وريناكم الفيديو؟ باسكو على بالكم باللي من بين التقنيات تاع الاستحمار هو انه يخلقوا للشعوب اعداء وهميه. راهم باغ اكزومبل كيما كانوا يديروا باغ اكزومبل يقول لك باللي السياحه باللي التونس يقولوا علينا جيعانين اليامات هذو كامل. علاه؟ باه الشعب في عوض ما في عوض ما يلتا بالقضيه الجزائريه الداخليه ويروح للوطنيه الحقيقيه، يروح يتبع هذيك الوطنيه المزيفه تاع تهضر برك وتعيط برك ويديروا الفتنه، يعاودوا يديروا الفتنه مع اخواننا التونسيين. لانه لو كان تشوفوا خاصه الديبو، خاصه البدايه تاع الفيديو. اليوم الجزائر كيف يوصف حالتها الصافي سعيد؟ شوف اولا بصراحه الشعب التونسي مش مقدر. فوالا اسمعوا هنا، اسمعوا هنا وش راح يهدر
راح يقول لهم الشعب التونسي ماهوش مقدر الثوره الجزائريه، وراح يقول لهم ثاني بلي نتاسف لانه ما كاين حتى تونسي دار مظاهره لمسانده الجزائريين. هايضا وهما يقول لك بلي راهو يقول جزائريين جيعانين. شو اسمعوا خاطي واش راح يقول. حق تقديره ان 6-7 سنوات نسمع ان الجزائر حضن، ان الجزائر كذا، ان 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 اليوم الجزائر تتنفس هواء جديد، الجزائر تبعث برسائل أخرى، الجزائر ذاهبة نحو التغيير والتغيير الشامل والكبير، والتغيير إن شاء الله يكون كله ممتاز إن شاء الله إلى حد هذه اللحظة. كل شيء يروح في السياسة، ما في شيء نهائي في السياسة، وكل شيء ينقلب على عقب. التوانسة أنا ما شفتهمش عملوا ولا مظاهرة واحدة تأييدا للشعب الجزائري العظيم. الشعب الجزائري العظيم عنده 6 أسابيع 7 أسابيع ويخرج في مسيرات نتاع 6 و7 و8. هاكو شتو خاوتي واش قال؟ قال الشعب الجزائري العظيم، وقال لك ثاني يتأسف علاش التوانسة ما خرجوش باش يساندونا. شتو كيفاش ولا لا؟ وهما يقول لك باللي راه يقول على الجزائريين جيعانين وكاع، هذا تلاعب بالعقول، هذا استحمار على الخارج. الذباب الإلكتروني اللي راهو ينشر في هذوك والناس اللي راهي تنشر في هذاك الشيء راهم حابين يلفتوا الانتباه تاع الجزائريين، يحولوا تحويل الانتباه، فوالا بالعربية ديتورني لاتونسيون، وسمها تحويل الانتباه، باش في عوض ما نقعدوا نكونسونطريين على الحراك تاعنا نروحوا نلتاو نروحوا نسبوا التوانسة، الوغ كو هذه ما كاش منها كاع، وهذه لا حدث يعني. ما ملي كاش واحد خارجي قال كلمه ماشي مليحه ولا ماشي وقتنا حنا نلاتين بحاجه واحده اخرى. دوك خاوتي ريحوا كونسونطري كونسونطري كيما نهار اليوم، باسكو الحاجه المليحه كامل اليوم هي هذا الشيء، لانه اليوم شفنا دوك نوري لكم يعني واحد الفيديو اليوم تاع اليوم فيديو تاع الزواف، لانه لقينا اليوم خابكم انا نوري لكم كلش. دوك نوري لكم الفيديو الدليل باللي باللي قبائل زواف خلاص راهي خرجت اليوم وانفصاليين، والدليل اليوم جانا من بجاية. جانا الدليل، الدليل اليوم جانا من بجاية. دونك راح نوري لكم فيديو من بجاية تاع الزواف الانفصاليين. فوالا هاي ليك لا فيديو، شوفوا مليحه خاطر. نوريها لكم من الديبي. هذه من جاية الذباب الالكترونيكي. قلت لهم راح نوريكم فيديو تاع الزواف في بجايه، فرحوا كاع بداو يكتبوا تحيه القايد تحيه القايد تحيه القايد، ومن بعد كي شافوا هذوك النشيد الوطني تشانتوا. راني نشوف باللي الله غالب باكو تشوفوا ناس بجايه مساكن الزواف راهم يغنوا في قسما، وغنوا خاصه الباساج تاع يا فرنسا. ايوا الله غالب، تما نوعدكم الخطره الجايه كي نلقى فيديو دليل قاطع نجيبو لكم. هذه كانت خطا اليوم يعني، اللي كتب لي كتب لي قال لي هاك الدليل وانا ما شفتش راني لقيته قسما. اي اي النشيد الوطني هذا قبائل هذاك كانوا كنا حاسبين بالك ما يعرفوش. ايوا ودايا دوك نوريكم ثاني وين غناو النشيد الوطني اليوم، باسكو اليوم قلت لكم اليوم فيديو تكون خفيفه اليوم. دونك تشوفوا مثلا منا مثلا هذا من هذه الغنيه ثاني تاع الزواف راهي دايره حاله. نحن صرنا في حياة الأمامات، هذا ثاني وشنو هذا ثاني؟ هذه الغنية تاع الزواف راهي دايرة حالة. الغنية هذه اللي راهم يغنوها الزواف تاع الحراك تتشبه بزاف للناشد الوطني، واقيلا
قسما بالنازلة ما نعرف بالك لي ميم باغول بالك الموسيقى كيف كيف ما فهمت ولا بالك النشيد الوطني دونك الزواف يغنيو النشيد الوطني الزواف تاع الحراك يغنيو النشيد الوطني وما تقل لك باللي الحراك خلاص خوتي هذه للناس اللي قال لك الحراك حراك خلاص هكا خوتي عم يقولوا باللي الحراك الخ شوفوا الحراك هذا وين بدا شوفوا خوتي من منين حبيتو منين حبيتو نجيك هيا مصطيف هاي مصطيف هاي مصطيف من صطيف خوتي من صطيف من صطيف تحية لنا صطيف من بويرة هي القايد ديال خاين معنا تشبع محاين من بويرة نشوفوا من بسكرة واش كاين اليوم من بسكرة قايد صالح شية الإمارات من بسكرة نقدروا نروحوا نضربوا دورة وين تيزي وزو شوف كيفاش هم خارجين من التونيل شوف هذا هو الزواف الوطني هذا الحراك هذا راهو وطني بعد من تيزي وزو نقدروا تاني نشوفوا واش راه يصرى اليوم بار اكزومبل من قالما دونك هذه قلنا من القالمه القالمه نزيدو نشوفو كاينين راه من اليوم بعثوا لي بزاف لي فيديو راني نشوف بزاف لي فيديو كاينه وحده منين نروحو مام لي الصحراء اقاصي الصحراء خوتي الحراك راهو بخير وهداوي بدا تسخن الماء شينا ما كلاه نوريكم كاع الفيديوهات اللي عندي لانهم يتشابهوا من كل الولايات راكو تشوفوا الحراك وين راه لاحق من كل الولايات يا العصابه جنهاركم تيك تاك تيك تاك دق الجرس وهذيك الاغنيه تاع بريمير دق الجرس راهو جاي وقت الحساب كاع ما عندكم وين تروحوا ما عندهم وين يروحوا خوتي نكملوا هكذا بسلميه نطيحوهم ونربحوهم ويتحاسبوا كاع ويتنحاو كاع الشعب من ورائهم ما عندهم وين يروحوا في البلاد الشعب من ورائهم و ليزي ميغري ينتظرونهم يروحوا لبلاد سيادهم زعما يهربوا بولادهم بلاد سيادهم هاي تنحشات لهم كاين 8 ملايين جزائري في العالم وين يروحوا لهونغ كونغ يلقاو الجزائريين ثم تنحشات لهم حشوه كبيره دونك خوتي راكم فاهمين علاش هم حابين يطيحوا الحراك هم حابين يطيحوا الحراك على هذا الشيء راهم يديروا الاخبار الكاذبه على بهم طايحين بالتلاعبات تاعهم طايحين بالتلاعبات حابين يطيحوا المورال ما كان لا يطيح لكم مورال خوتي انا اليوم المورال تاعي راهو طالع 100% حراك راهو بخير وزيدوا نقول لكم حاجه هذه السمانه احنا خدمتنا نعاودوا نشروا بزاف المعلومات خوتي هذه السمانه لازم نبداو نديروا التعبئه لازم نبداو نديروا التعبئه مليح داير قبل ما ندخل نهضر على الموضوع هذا باسكو هذا هو السوجي برينسيبال تاع نهار اليوم نوريكم الرد اليوم تاع قلت لكم يا اخي الرابطه الوطنيه لتلاميذ الابتدائي فوالا دونك سي لا ليغ ناسيونال دي زيليف دو بريمير
اي ميم دو ماتيرنال ميم يمثلوا هذو ميم ماتيرنال ولا كلاش باسكو انا قبيله عن بالي تاع الابتدائي مي بعثوا لي ميساج قالوا لي احنا نمثلوا ثاني لا كراش ولا ماتيرنال ثاني يتسمى يمثلوا ميم الرضع ميم الرضع دونك بعثوا لانه لجنه الحوار ابارامون حبت تنيغوسي معاهم ردوا لهم دونك فوالا نوري لكم الفيديو تاع الممثل ومن بعد نديكم ممثل هذا ممثل هذا تسمى جابها من الاخر البروبليم سي هذا ممثل تاع لاكراش ومن بعد نوريكم تاع البريمير لانه تاع لاكراش هذا جيتي اوبليجي نقطع شويه كلمات باسكو هذا الممثل تاع لاكراش هذا قلنا له روح بعقلك ومن قال لي ما على باليش قال لي فريمون ما على باليش قال لي انا ما فوطاوش عليا في لاكراش في باطل قال لي فوالا دونك شوفوا اسنا تشوفوا ردوا الفيديو لله حنا قلنا له يا ولدي اتونسيون يقدروا يسابوطيوك في كي تلحق ليكزام تاع السيزيام قالنا ما على بالي بحتى واحد قالنا توت فاصون انا مازال ما دخلتش ليكول قال لك دونك فوالا دونك نشوفوه هاوليك ما فوطاوش عليه في باطل حبيبنا راكو تشوفوا بلي ما فوطاوش عليه في باطل يا اخي شفتوه ما هذا هو الممثل تاع الرابطه الوطنيه اللي لاكراش ما نعرف اللي يخليه وهي سكري كي يدخل البريمير يقدروا يصابوطيو لو دوسي تاعو مي هذا قال لي ما على باليش قال لي فريمون ما حنا قلنا له مع الاول قلنا له يا ولدي تقدر ما توريش وجهك قال لا 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 ودوك نوريو لكم لا كلاس سوبيريور هذه الممثله تاع تشوفوا النيفو كيف يطلع رابيدمون شو تكون في لاكراش هذا كان يعرف زوج هضرات باك يتنحى وقاع حتى نحي له الميكرو ومن بعد كي جات الممثله تاع الرابطه الوطنيه للبريمير هذه قرات عندها نفس المستوى مع قائد الاركان ولا فايتها بعام ولا عامين هو والله ما على بالي ليسونسيال واقيله هي ثاني راهي تقرا السنه الثانيه ولا الرابعه راهي تدور في هذوك الجوايع دونك نقدر نقارن المستوى يعني حاجه نورمال هذه عندها خطاب سياسي تسمى في البريمير صاي لا كراش يتنحى وكاع من بعد كي تلحق كلاسه دوزيام طروازيام عندها خطاب سياسي دونك تشوفوه قولوا لنا نتوما واش رايكم فيه يعطيك الصحه شوفوا هذه الفيديو هذه ماشي انا نعلق عليها نوريكم واحد الشيخ يعلق عليها فريمون قال لهم خرجوا لكم الذر تبعوا مليح التعليق تاع هذا السيد باسكو فريمون فور تبعوا مليح خاوتي واش راح يقول لهم ما نقدرش نعلق عليها هذه لانه مستوى عالي بزاف نخلي هذا حبيبنا هو اللي يعلق لكم على الفيديو هذه تاع الممثلين هذو واحد نقطه يا منكم زلم النظام يا اللي كنتوا مع الراجل المريض يا نبيه ربي وانت محاكمين قريب ونوطاج فهمت وتقولوا وقال سيدي الرئيس تكتبوا في البراوات وتمسخروها من هذوكم الدراري الصغار دركا روحوا فريوها معاهم احنا انا خوافين جيل تاع الخوافين طيحتوا فينا الرعب ولا تورتير فهمت خافوا احنا فهمت خوافين قعدنا حتى نجاوكم هم جاوكم دراري صغار دركا وفضوها معاهم قاريين ومتقفين كنا نضحكوا عليها امام السراو الهابطه ويلبسوا في المناكش دارنا احنا اللي لابسين المناكش مش هم رجال واحنا تاع المناكش خوافين سلام خاوتي هذه الفيديو ما كذبش عليكم نشوفها قبل ما نرقد يا اكو شفتوا خاوتي يعني الحمد لله الحراك راهو بخير
الحراك راهو بخير بخير بخير، ما خليهمش يستحمرونا. راكو شتو السيد هذا واش قال لهم؟ هذا الجيل اللي كانوا يقولوا له جيل الكيراتين، هذا هو اللي راح يحرر الجزائر. كاع لازم نوقفوا مع هذا الجيل، هذا الجيل ما لازمش نخليه، ما لازمش نتبعوا اذناب النظام، ما لازمش نتبعوا الخونه اللي راهم حابين يطيحوا يكسروا المورال تاع الجزائريين ويقولوا بلي النظام حبس. راكو تشوفوا هاوليك مام التلاميذ تاع الابتدائي خلاص تسيسوا وفهموا الحاله وين راهي رايحه، والله غير باساو 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 باساو. راكو شفتوا الفيديو هذا فريمون من احسن من احسن ما رأيت. وهذا النظام تنحر، قلت له آخر ورقة اللي عنده والورقة الرئيسية اللي كانت عنده، ورقة الرئيسية اللي كانت عنده من بكري. هذا النظام كان مبني على استحمار الشعب، هذا النظام من 62 مبني على الكذب وعلى استحمار الشعب. ولكن هذا الجيل هذا تاع دوكا يوم واش جيل تاع شيشة طالبة معيشة، ولا هذا الجيل تاع دوكا حب يعيش ويعيش حياة تاع الصح، ماشي تعطي له كاس حليب وتروح تدعم له الباقيطه وتدعم له الحليب باه يعود يغمس. هذا الجيل ما يغمسش في الحليب ان شاء الله، هذا الجيل عندهم الحق انهم يعيشوا يعيشوا كيما كيما الشباب في الدول المتقدمه. لانه احنا في الجزائر عندنا لي موايا، عندنا الدراهم، عندنا لي موايا، عندنا الدراهم، عندنا كلش. على بالكم علاش الجزائر راهي، على بالكم هذا الشيء كاع علاش رانا متاخرين؟ لانهم البحبوحه داوها ليهم وداوها لولادهم. لكن هذا الجيل ما لازمش نعاودوا نوليو له، ما لازمش نحبسوا. شوفوا خاوتي ما يطيحوناش الميرال، رانا قاب قوسين من النصر، رانا قريب 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 ننتصروا. راكو شفتوا اليوم الحراك راهو ولا راهو بدا يولي، مازال يزيد يكبر، مازال 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 يزيد يكبر. لازم تعرفوا بلي الان الان في الحاله اللي رانا فيها الان، مستقبل الجزائري الان راهو بين يدين جميع الشعب الجزائري. استادير مش مبقاش هذيك تاع النخبه، ولا مبقاش هذيك النخبه اللي راح تسير البلاد والنخبه اللي راح تطلع البلاد، لا، النخبه اثبتت فشلها. عن النخبه السياسيه اتحدث الان، المستقبل تاع الجزائر راهو بينكم انتوما اللي راكو تشوفوا في اللايف هذا، اللي راكو تخرجوا، اللي راكو تشوفوا في اللايف تاع الاحرار، اللي راكو تبارطاجيو في فيسبوك في الانترنت، اللي راكو ديروا المسيرات. هذا هو المستقبل، راهو بين يديكم انتوما، بين يدينا حنا، بين يدين الشعب. اللي ما وقفش دوك على الجزائر ما كان الله يجي يبكي منه وجاي، لانه صح جايين ازمات اقتصاديه جايين، ولكن الازمات الاقتصاديه هذوما الا ما رحناش ليهم، الا ما رحناش ليهم بوعي وبوطنيه تاع الصح، ما نقدروش نبعثوا هذو الخونه اللي يروحوا هم حابين يعاودوا يروحوا يسلفوا دراهم من الافامي باهي بنجو به الثروه تاع الجزائر كاع. كيفاش نقدروا نديروا الثقه في ناس اللي صرفت 1400 دولار ما جابوا بها والو، داروا بنا داروا لها اوتوروت مطربقه كامل، هذا واش داروا؟ اوتوروت تغلط طيح فيها حفر تقدر تبلع عليك من طوموبيل. كيفاش نقدروا نديروا فيهم الثقه باش يروحوا بنا هذو يجيبوا لنا حل ونزيدوا نروحوا بهم، نزيدوا نروحوا بهم 20 سنه واحده اخرى؟ هذو نهار كانت البحبوحه ما قدروا يديروا والو، كيفاش يقدروا هذو ما يتصرفوا نهار تكون الجزائر ناقصها الدراهم؟ ما على بالناش من شحال راهي باقيه في لاكاس، بقات قيس عام ولا عامين، هذا ما كان. كيفاش نقدروا نعاودوا نمدوا الجزائر لهذوما الجاهلين والسراقين؟ هذوما البروبليم تاعهم ماشي الجاهل، لانه واحد جاهل يقدر يتعلم، مي هذوما سراقين. دونك خاوتي الحراك 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 هما راهم يحركوا في الجاهلين تاعهم في الانترنت. راكو شفتوا اليوم ما كاش الذباب الالكتروني في الشارع، راكو شفتوا الجهل تاعهم اليوم. امام لا غروند بوست في الجير راحوا بناوها غلقوا لها دولة الحديد كيما كان يدير الاستعمار من قبل، هما راهم يعاودوا في نفس الاساليب. خوتي اللي ما وقفش مع البلاد دوكا ما كان له كاع يزيد يبين وجهه منا وجاي، لانه لو كان احنا نعاودوا نوليو للور دوكا يخلصونا يخلصوها ولادنا وولاد ولادنا. وزيد نقول لكم حاجه، حنا 20 سنه اللي فاتت سلكنا شويه باسكو كانت كاينه شويه بحبوحه، دونك اوموا كان كاين الخبز وكان كاين الروز وكان كاين الياغورت وكلش. الا خلينا هذوما يشدوا البلاد، ولادنا يردوهم كيما مداغشقر، ولا يردوهم يخدموا من الصباح لليل، يخرجوهم من البريماري يطبعوهم يخدموا فيه 12 سنه. لانهم علاه هذوما راهم يخلصوا لي فاكونس لولادهم؟ عبالكم باللي كاين اولاد المسؤولين راهم يروحوا اللي راهم يروحوا المالديف، عبالكم يروحوا المالديف يجوزوا فاكونس مخرجوا عليهم الدواسا يروحوا في المالديف 100 مليون لليله، لوتيل وحده كاين دي زوتيل ثما 5000 اورو لليله، يروحوا يجوزوها يجوزوا الشهر ثما، يروحوا يجوزوا الشهر ثما من لحيه الشعب.
اكو تشوفوا هذا النظام هذا ما لازمش كاع نديروا فيه الثقه ولازم باش نربحوه. علاش راني ندير لكم فري لايف هذا؟ علاش راني جايكم للصح دوكا؟ علاش راني ندير لكم فري لايف انا دوكا منين ذاك ندير لكم لايف وين نضحكوا شويه وين 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 ونتبهبلوا شويه بما نقولوها بالدرجه يا سيدي؟ لانه هذا النظام هذا يروح حاب يضرب المعنويات تاع الشعب. هذا النظام كان يخلع بينا في بالغولة من بكري. سيتادير يحب شعب حزين، شعب جاهل، شعب خائف، والشعب ما يضحكش. مام كي يضحك هم يضحك هم يبكي. لا حنا دوكا شوفوا واش راني ندير معاكم. صدقوني صدقوني صدقوني، هذا مبدا من مبادئ الفلسفه الالمانيه تاع الفيلسوف فريدريك نيتش. يعني بالكم باللي انا متاثر فيه بزاف بزاف، ممسي انا مانيش علماني، ممسي انا راني مسلم وكاع وكلش، وممسي هو علماني ولا واش يكون هو ولا هو ما على بالوش كاع بالدين، ولكن انا ديت من عنده بزاف حوايج ملاح وراني حاب نقاسمهم معاكم. من بين الحوايج الملاح اللي دارهم هو واحد العفسه واسمها لا غايا سيانسا. غايا سيانسا واش معناتها؟ غايا سيانسا معناتها لو غي سافوار، معناتها العلم المفرح، معناتها باللي الانسان ممسك يكون يدير في حوايج جديه لازم يكون توجور توجور بوزيتيف، يكون توجور توجور ايجابي. يبا حنا دوكا نغلبوهم بالسلميه، بالفنيه، بالغنى، بالشعر، بالشطيح، بكلش نغلبوهم. شوفوا العنف ما يجيب والو مع هذو، على بها راني جايكم بهذه العقليه. شوفوا كي نضحكوا شويه نفهموا بزاف، كي نقرا ومام طورنا نضحكوا العلم يدخل، الفهمه تدخل، الشطاره تدخل، التحلاب يدخل. احنا خلاص هذا الجيل محلب ما يكلخوناش. اباكم علاش ما قدروش يستخدموا معنا العنف؟ لانه احنا استخدمنا معاهم الفن. هاي علاش ما قدروش يستخدموا العنف؟ لانه احنا استخدمنا السلميه الفنيه. لازم يعاود يولي هذاك لازم يعاود يولي هذاك النفس تاع الحراك في ايامات الاولين، الحراك الفني، حراك السياسه بالفنيه. وزيد نقول لكم حاجه، هذه جامي صرات، وهذه هي اللي راح يدخل بها الجزائريين في التاريخ. وصدقوني صدقوني 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 راني نقول لكم، عندي اتصالات بزاف، عندي صحابي بزاف درتهم في الجامعه وفي الخدمه وكامل من جنسيات مختلفه، كاع راهم يهضروا على حاجه وحده، راهم يقولوا بلي الشعب الجزائري شعب فنان وشعب راقي وشعب واعي، وجامي لا كانوا يستناو هذه الخرجه. دونك العالم كيما يقول لك الكور، يقول لك اون شونج با اون ايكيب كي غاني، الفريق اللي يربح ما نبدلوهش. وشنو اللي راهو يربح في الحراك؟ هو الحراك السلمي، الحراك الفني، والحراك السلمي الحراك الفني. لازم احنا نكملوا بها هذه. اكو تشوفوا هما الان كيفاش راهم حابين يعاودوا يحطوا الحقد بيناتنا، راهم بداو يطاكيو القبائل، يعاودوا يولوا توجور تاع الهويه. جابوا لك زعما القطط الباديسيه دارت مشروع اسمه صفر قبائل. اكو تشوفوا العنصريين هذوما اللي لازم نردوا عليهم. كيفاش نردوا عليهم؟ نردوا عليهم دائما بالفنيه، نردوا عليهم بالفنيه بالسلميه. ايه قصبة باب الواد اي مازيغا. لازم الان في الولايات راكم تشوفوا اليوم في بجاية ردوا لهم بطريقة هايلة، في بجاية اللي كانوا يقولوا عليهم الزواف ومنا انفصاليين ضربوهم بقساما. هذه هي. والان في الولايات اللي فيها العدد كبير تاع العرب لازم هما يغنيو إمازيغا، عربي قبيلي. المشكل تاعنا ماشي بيناتنا، المشكل تاعنا هو انتوما ما نسمعوا لهمش واش راهم يقولوا. ونوصل ما مش حابين. شوفوا اليوم علاش بديت لكم هضرت لكم على هذاك التونسي اليوم، علاش وريت لكم هذاك المترشح التونسي؟ شوفوا في نفس الوقت يلعبوا على الجهويه الوطنيه، تبعوا مليحه، يلعبوا على العنصريه الوطنيه، في نفس الوقت راهم يلعبوا على العنصريه الاقليميه، على العنصريه بيناتنا وبين المراركه، بيناتنا وبين التوانسه. راهم بداو يديروا في فيسبوك زعما قال لك مترشح تونسي يصف الجزائريين بالجياع. كذبه من اكبر الكذب، هذه كذب كبير وفسق كبير. انا سمعت الفيديو تاعو هدر على الجيعانين، ما هدرش على الجزائريين. كان عنده فكره هو في السياسه يعيطوا لها في السياحه، هو راهو ضد سكون ابال لو توريزم دو ماس. لو توريزم دو ماس، لو توريزم بالماس دو ماس بالعربيه هي سياحه الاعداد الكبيره، سياحه توريزم دو ماس. ما هو يحب ان توريزم دو كاليتي با دو كونتيتي، راهو حاب تكون سياحه في بلاده سياحه ذات نوعيه وليست سياحه ذات كميه. هذا هو حر في بلاده يخمم واش يحب. علاه راحوا يدوروها على الجزائريين؟ علاش راحوا يدوروها على الجزائريين؟ علاش؟ باسكو راهم حابين ينوضوا الحقد بيناتنا وبين التوانسه باه ننساو الصح، راهم حابين ينوضوا الحقد بين العربي والقبيلي، بين الشرقي والغربي، بين الشمالي والجنوبي، وميم طون يزيدوا يشعلوا الحرب بيناتنا احنا والتوانسه باه نتحاقدوا، باه الشعوب المستحمره تتضارب ما بيناتهم
وهما ما بيناتهم هما يروحوا للفنادق كيف كيف وياكلوا ويتعشوا ويستبنوا كيف كيف. هذا هو الجيل هذا اللي ما مش قادرين خلاص حنا فوكا ما يحشيوناش خاوتي. المشكل تاعنا هو هما، المشكل تاع الجزائر هما هما، ولازم هذا النظام يتغير. مشكل الجزائر الواحد هو هذا النظام، ما تخليهمش يكلخونا بالجهويه بيناتنا، ما تخليهمش ثاني يكلخونا بالمصطلحات، يكلخونا يفرضوا علينا الكلمات اللي نقولوهم حنا. حنا لسنا ضد الجيش، حنا لسنا ضد مؤسسه الجيش، نحن لسنا ضد الجيش، حنا نحبوا الجيش ومتمسكين مع الجيش، وجامي لا واحد يقدر يفرق الحراك من الجيش. لازم نعيطوا جيش الشعب، خوا خوا جيش الشعب خاوة خاوة، ما نخليوهمش هما يفرضوا علينا احنا كيفاش نهضروا. زعما هما يديو الجيش وحنا يخليو لنا حاجه واحده اخرى، هما يديو الوطنيه وحنا يخليو لنا حاجه واحده اخرى، هما يديو لا هما يديو الباديسيه زعما يديو القيم ويديو وحنا يخليو لنا حاجه واحده اخرى. هذه المعركه، هذه هي المعركه الحقيقيه الان، معركه التوعيه، معركه الشطاره، معركه التحلاب باش نهضروا بالدارجه. ما يكلخوناش خاوتي، ما يكلخوناش، نصبروا نريزيستيو نريزيستيو. رانا دخلنا في التاريخ ديجا، نزيدو نكملوا هكذا حتى ندخل باش النهار اللي ندخلوا فيه حقيقه في التاريخ هو نهار اللي نحو كاع العصابه بسلميه وفنيه، بسلميه وفنيه خوتي. بالاكو يكلخو لكم. علاش راني نقول لكم هكذا، راني نعاود توجور في الهضره هذه ومانيش نعيا، ونعاود نعاود زيد نعاود لها باش تعرفوا بلي كل واحد فيكم انتم عنده دور يلعبه. لازم خلاص نحو هذيك تاع انا شعبي ما عندي ما ندير، النخبه القاريه هي اللي راح تدير. لا لا، تبعوني مليح خوتي، شوفوا النخب لا تبني الدول، الشعوب هي التي تبني الدول. النخبة اللي قارية تقدر تسير بالك كاش نهار، مما تقدرش تبني. الأساس الأساس يجي، الأساس من يجي؟ يجي من الشعب. لما يكون الشعب واعي يستاهل دولة الحق، دولة القانون، قادر عليها، إيبا يبنيها وتنوض هذيك الدولة. لما يكون الشعب جاهل، لما يكون الشعب جاهل ومش قد مش قد الموقف، إيبا النخب تلعب به كيما حبت. وحتى الناس اللي تهضر لكم على القوى الخارجيه وكاع، يقول لك على القوى الخارجيه، شوفوا القوى الخارجيه توجور توجور تستخدم النخب الفاشله. كي تحط لك نخبه فاشله الجزائر تركع. القوى الخارجيه ما راهمش حابين تقوم دوله الحق والقانون، لانهم على بالهم لو كانت تقوم دوله الحق والقانون الحقيقيه الجزائريين، اسمحوا لي نشعل لكم الضوء، الجزائريين الجزائريين يبنوا دولة وتولي الجزائر صح دولة قوية. هما محبين دول مقسمة، اللي راهو حاب يقسم البلاد هي القوى الخارجية مع هذه مع هذو الخوانة هذو، مش الشعب اللي راهو واقف يد واحدة يد في اليد. شوفوا كيفاش داروا للعراق، شوفوا كيفاش داروا ليبيا. ما نخليوش، لازم حنا نكونوا في المستوى خوتي، نكونوا في المستوى. وباش نكونوا في المستوى التاريخ اللي راهو يستنى فينا، باش نكونوا في مستوى البلاد، لازم حنا نبينوا باللي مام إسلامي جزائري، مام علماني جزائري، مام يساري جزائري. خليونا يجي نهار وين نلحقوا المستوى أننا نتناقشوا على الأفكار، ماشي نتسابوا ونتعايطوا. هذه هي اللعبة تاع النظام. لعبة النظام هو يحب يكون شعب، حاشاكم كالكلاب المسعورة، هذا يعض هذا كالكلاب المسعورة، هكا محبين. علاه؟ لأنه نهار حنا هذا يدخل في هذا، هذا يضرب في هذا، هما ياكلوا البحبوحة، هما يبنجوا، هما يبنجوا بدراهم الشعب من المكتوب تاع الشعب. هذه هي سياسة الاستحمار، وهذه هي الخيانة الحقيقية لهذا الشعب، واللي داروها دار هذا النظام من 62. من 62 هما يجهلوا ويستغباوا في الشعب. اللي راكم تشوفوا هذاك وزير الشؤون الدينية واش قال لكم، هذاك وزير الشؤون الدينية واش قال لكم، قال لكم باللي الجزائر هي البلد الوحيد، بلد الوحيد اللي فيها التعليم باطل. هذه ثانية أنا جايين لي أنا ندير لكم في واحد المونتاج، رانا اتصلنا من بعض الأشخاص أصدقاء، واحد شينوي، واحد هندي، واحد أمريكاني، باه يقولوا لكم الحقيقة وشنو. قال له في أمريكا بلد رأس مالي، أكبر بلد رأس مالي غير الهضرة، في أمريكا الهضرة كاع دراهم والتعليم باطل عندهم، حتى للباك تقرا من البريمير حتى للباك باطل، وتقرا طري 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 بيا وكاليتي طري 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 بيا، وتاكل مليح وتلبس مليح وكاع مدوله حتى تجيب الباك باش يولي تولي قرايه بالدرام. هما مازالهم يستحمروا في الشعب. ام حابين خوتي ما نخليولهمش الكارطه تاعهم. الكارطه الرئيسيه تاعهم هي الجهل تاعنا، الكارطه الرئيسيه تاعهم هي الجهل تاعنا.
وراكو شتو بلي اليوم الحراك راه بدا يولي. خاوتي حبيتو تعاود تعمر طريق لازم نتوما تلعبوا الدور تاعكم، كل واحد فيكم يعاود يولي كيما كان يدير من الاول، هذا يعيط لهذا، هذا يعيط لهذا، كل واحد فيكم راه مسؤول على الحراك ومسؤول على النجاح تاع الثوره السلميه للشعب الجزائري. دونك خاوتي بارك الله فيكم على النهار تاع اليوم، فريمون فريمون ما كنتش قادر ندير لايف من بعد لاني عندي فريمون راني مشغول، عندي رونديفو من بعد ما نقدرش، مي دخلت قبل الاوان باسكو موال في اللايف يكون معكم مع 9 تاع الليل، مي دخلت اليوم على 7 تاع العشيه باش ما يروحناش هذه اللحظه، لانه رانا محتاجين الى مساهمه تاع الجميع. اللي يقدر يقول كلمه مليحه يقولها، اللي يقدر يقول كلمه مليحه يقولها، وكي تلف لك كاع اليوم اكتب بوست اكتب فيه عربي شاوي قبايلي مزابي ترقي خاوة خاوة والجزائر تجمعنا. خاوتي اللي يقدر فيكم ما لقاش واش يدير يحكم 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 ورقة يكتب فيها يكتب فيها أنا من الجلفة وأحب خاوتي القبائل، واللي راهو في تيزي وزو يكتب أنا من تيزي وزو وأحب خاوتي العرب الجلفاويين ولا التبسيين ولا واش جاه في راسه، يصورها ويحطها في فيسبوك. هذه هي الضربة القاضية لهم، هذه اللي راح تركحهم. ما تحوسوش بزاف على خرائط الطريق والحلول السياسية، هذيك 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 صدقوني اللحظة اللي رانا فيها الآن، اللحظة اللي رانا فيها الآن هذيك الأمور، هذيك الامور امور ثانويه. راكو تشوفوا ورينا لكم هذيك الممثله تاع الرابطه الوطنيه للتلاميذ تاع الابتدائي، هاي هي قالت كلش. نقدروا نروحوا للبريمير دوكا الابتدائي ويعطونا خيط الطريق، خيط الطريق راهي باينه 100%، اعلان دستوري، مجلس رئاسي، حكومه تكنوقراطيه، ونبداو الخدمه. هاي ليك اسيدي، هاي ليك اسيدي، في 30 ثانيه تلقاها. ولكن بالشخصيات الوطنية هنا وين راه المشكل؟ وين راهي الشخصيات الوطنية الحقيقية؟ الشخصيات الوطنية الحقيقية راهي مع الحراك، راهي في الحراك ومع الحراك، ليست الشخصيات الكاشيرية، ليست الشخصيات الكاشيرية الراشية المرتشية. السراقين خوتي ما نخليهمش، نوقفوا ما نولوش اللور خوتي، نوقفوا، احنا ما خسروا والو، تتفاصوا معنا خاسرين والو، ما خلاو لنا والو هذو، كاش ما خلاو لنا؟ واش خلاو؟ كاش ما خلاو؟ تروح للسبيطار بونس مو سرقوه، بونس مو سرقوه، قريب تروح يمسحوا لك بالطابليه في السبيطار، واش كاش ما بقى؟ ترمومتر ما كاش، داو كلش، ما عندنا ما نخسروا، ما عندنا ما نخسروا، ما تقدرش تلحق البلاد اكثر من اللي راهي لاحقه عليه، ما تقدرش، ما تقدرش تلحق اكثر من اللي راهي لاحقه عليه. هما يدوا في الملاير المليارة لولادهم، وحنا يمدلك 300,000 في الدخول المدرسي، 300,000 كلخلك 300,000، 300,000 يستقهواو بها في الوراسي ولادهم ما يحسبوهاش مام با، يمدها للشعب 300,000 500,000 تمسخروا بالناس ويخلعوا زعما، وراهم يديروا زعما راني نشوف واش راهم يبيبليو انجازات انجازات هذوما داروا انجازات هذوما، بعد يقول لك الجزائر البلد الوحيد اللي فيه التعليم باطل لوكا. دونك خاوتي ما زدتش نطول اكثر من هذا الشيء، راكم شفتوا اليوم راني درت اللايف كاريمو في الطوموبيل، نقول لكم يعطيكم الصحه مليح مليح. الجمعه تاع اليوم كانت فور 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 بالبزاف خاوتي، الله يستركم. بارطاجي ولايكي وكومونتي وسجلوا على الصفحه، راكم شفتوا اليوم هذو مي كوبيو لنا اللايف، عاودوا ولاو لعوايدهم هذوك القباح. دونك شو اليوم هذو ماشي ليا برك، راهم يسينياليو الناس كاع، راهم يسينياليو تو الموند، تمشي في الطريق ما يسينياليوك، راهم يسينياليو تو الموند. علاش؟ باسكو سيدهم قال لهم نروحوا الانتخابات، الور الذباب الالكتروني اكو تعرفوا كيفاش جاتهم الاشاره وهما فارغين شغل، راهم طلعوهم دوك 500,000 قال لك دوك راهم فارغين شغل، يتهجموا على الناس يطاكيو الناس وراكو تعرفوا العقليه كيفاش. دونك حنا نقدروا نردوا لهم، البارح في اللايف تاع البارح كي بدا وريت لكم كيفاش تسينيالي وتبلوكيوهم، ديروها لهم هذيك. وحنا ماناش حابسين، نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله، كي العاده غدوه على 9 تاع الليل بتوقيت الجزائر، ونعاود نوليو ان شاء الله. هكا خوتي دمتم في رعايه الله، بارك الله فيكم، ثنميرث اطاس اطاس. ما تنساوش خوتي، ما تنساوش خوتي، في هذه المرحله سورتو سورتو هذه المرحله تاع دقيقه برك نكمل هذه الكلمه، اللي كان رايح ريح زيد ريح شويه دقيقه برك، اللي اليمات هذو كي جا الفوت هذوما حقيقه نقدروا، هذا هو الوقت المناسب باش نديروا علاقات مع القبائل. الناس اللي ما عندهاش علاقات مع القبائل تقدر تجيب حاجه من القبائل اللي يقدروا فريمون تنفعنا اليامات هذو، ولاش الفوطولاش.
ولاش فهمنا لكم ديجا ولاش معناتها ما كاش دوك هذه الكلمه مليح تتعلمها ولاش ولاش صافي دير والو صافي دير ما كاش الفوت راهو بالدارجه الفوت الفوت الانتخابات ولاش الفوت ولاش عاودوا لها ولاش الفوت ولاش تما القبيلي كيقول لك حاجه دو فوا ولاش الفوت ولاش يعاودها كما على الاخر هذا اسلوب تقني هذا اسلوب فني في اللغه معناتها ما كاش الفوت ما كاش تما للتاكيد هذه نخليو الخبراء تاع تاع النحو يفهموها لنا وشنوها مي هذا هو الوقت ولاش الفوت ولاش في جميع الولايات خاوتي ما كاش الفوت مع العصابات كاش الفوت مع العصابات مشكل الجزائر ماشي مشكل تاع الفوت ماشي مشكل تاع الرئيس الجزائر كانت تعيش بلا رئيس من 2013 حتى الضوك ماشي مشكل تاع الرئيس الجزائر نزيدو نهضروا عليها اكثر شدوا توجور الهضره هذه خاوتي اللي يقدر يكتبها في ورقه يكتبها ولاش الفوت ولاش الفوت يكتبوها 100 خطره خاوتي هذا هو التمرين تاع نهار اليوم ونعاود نوليو لكم ان شاء الله هكا خاوتي دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.